بشرب كوبايه القهوه لقيت المسج دي جاتلي. تعال بقى اقول لك تعمل ايه. ركز معايا كده علشان انا هنفذ لك عملي، مش هشرح لك، انا هنفذ لك دلوقتي. اول حاجه انا عايزك تركز ان الشعر من فوق لازم يكون متساوي. انا هجيب لك الحكايه من طقطق لسلام عليكم. هتعمل اول حاجه تدريج التبر فيت بتاعتك الجميله، علشان دي اكتر حاجه بتليق على الويفي، تمام. اي حاجة تانية في الجزمة تبر فيت رقم واحد، في الويفي او في الكيرلي او في الفينجر كويل، تمام. بعد كده هتبدأ بعد ما ندرج تدريجة التبر فيت وتظبطها وتتأكد ان التبر فيت واطية قريبة من اللو فيت كده، واطية خالص، ما تخلاش في نص الدماغ زي ما هو كان عاملها. طبعا مش هنعدل ولا حاجة. كده خلصنا التدريجة، والتدريجة واطية والبرفكت زي ما انت شايف. تعالى باب المقص بتاعنا الجميل دوت، نساوي التدريجة ببعض. ازاي يا جدع؟ يعني نلحم الجزء الواطي في الجزء العالي اللي انت شايفه ده. هتجيب المقص اللي هو يمة ويمة، انا بسميه مقص الفلاش. هتبدأ تقص الشعر الزيادة وتاخد من الواطي في العالي، فالعالي هيظهر لك فهتقصه. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ اكيد. هنبدأ نساوي كده ونظبط زي ما انت شايف. وطبعا وانا بظبط جالي فكرة في دماغي، هقول لك بالمرة احسن كريم هتستخدمه للويفي ايه، والله العظيم، وهعمل لك عليه عرض طرش الطرش، اقسم بالله. طبعا انا هنا بدات اخلص التدريجه وبدات اخلي شكل الشعر كويس جدا، وهعرفك خطواتك في البيت ايه. كمان هخليك طالع من الفيديو ده تقول انت فدتني وعلمتني صح. هنا التدريجه خلصت، والتبر فيت ما بتبقاش غير كده، لازم تكون مترجم. هبدأ بقى رش الشعر مية يا قلب أخوك، وبعد كده هبدأ أساوي الشعر. طبعا زي ما انت شايف هنا كده أنا بساوي الشعر، ببدأ أرش مية غرق الشعر كله كده، غرق 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 يا باشا، وبسط وعيش حياتك. وأنا بغرق الشعر مية يا جدعان، عايز أقول لكم على حاجة، الويفي والكيري وكل الكلام ده يمين بالله بيقصفوا الشعر. فأنت تعمل إيه؟ أنت هتعمل حاجتين، هتغسل شعرك بجامب جونسون، وهتحط الدوتش اللي هو بزيت الشيا. خدت بالك؟ دوتش بزيت الشيا، وشامبو جونسون كله مواد طبيعيه، فعمره ما هيضر شعرك. اي شامبو تاني فيه مواد كيميائيه ونسبه الصوديوم فيه عاليه جدا. بدات افصل الجزء اللي قدام علشان هلف فينجر كول خفيف، وطبيعي لازم الجزء اللي قدام يكون اطول من الشعر، لان الشعر تقسمته من اطول لاقصر لاقصر، يا اما من اقصر لاطول لاطول لو هترفع استشوار لقدام، واخد بالك؟ هنبدا نسوي الشعر زي ما انت شايف كده، وهشيل الاطراف كلها المتقصفه علشان هو كان مهمل حرفيا في شعره جدا جدا جدا. طب احافظ ازاي بيظهر لي قشره بسيطه بعد ما بعمل الويفي؟ شامبو جونسون هيشيلها. خدت بالك؟ القشره البسيطه اللي بتظهر لك دي شامبو جونسون هيشيلها لي. وانا بسوي الشعر كده قلب اخوك وبظبط الدنيا، حبيت اقول لك كلمتين. لازم تركز في حاجة مهمة، لازم تعتمد على الحاجات الطبيعية. طب ليه الحاجات الطبيعية؟ علشان المواد الطبيعية وكل الكلام دوت بتفيد الشعر. لان يا حبيب قلبي انا هغسل الشعر دلوقتي بشامبو طبيعي 100%، وانا اللي عامله زي ما انا بعمل التركيبة وبعمل حاجات كتير قوي. هبدأ احط الشامبو على الشعر وهدعك الشعر وهتأكد انه اتغسل كويس، وهبدأ احط الحاجة بتاعتي وأساسياتي. مش معنى اللي انت بتعمل ويفي يبقى ما تغسلش شعرك، اغسل شعرك كل يوم، علشان الشعر ده بيتنفس ولازم يوصل له مية، ولازم يوصل له زيوت معينة عشان تحافظ عليه، ولازم تعمل له تركيبة زيوت معينة عشان تزود طوله في 15 يوم. طب انا عايز اعمل كل ده، خش على اليوتيوب اكتب بتاع مشاكل الشعر، يطلع لك كل الكلام ده، عشان انت مش متابع، انت مش عامل لي فولو ومش مهتم بفيديوهاتي، فبالتالي مش هتعرف كل الكلام ده. فاهم حاجة قلب أخوك؟ ركز في الكلام يابا. غسلت الشعر، تعال شوف الدوج اللي بزيت الشيا. طب أعرف منين إن هو أصلي؟ بيكون محفور على غطا العلبة مكتوب دوج، واخد بالك أنت؟ فأنا هبدأ أحط حتة بالمقدار ده على الشعر كله ووصلها لفروة الراس، ما يهمكش. اللي هيقول لك الدوج بزيت الشيا بيبوظ فروة الراس وبيعمل قشرة وبيعمل كله الكلام ده، قول له انت راجل كذاب، وبص خد الفيديو ده وارميه له في وشه كمان، عشان الدوج معظم المكونات اللي فيه اصلا حمام كريم وبلسم، والفيديوهات بتاعتي اللي قبل كده لفت لكم الشعر بحمام كريم وبلسم.
تمام. فانا عايزك تشوفني انا بلف الخطوات ازاي. استنيت الشعرية تنشف شيك سيكة، وبعد كده رحت عامل الفينجر كويل اللي في الاول، وبعد كده رحت جاي بظبط الشعر بالديفيوزر زي ما انت هتشوف دلوقتي. طب ما عنديش ديفيوزر اعمل ايه؟ هقول لك الحل. والله العظيم ما هسيبك يا اسطى غير وانت طالع من الفيديو ده مستفاد 100%. طب ازاي يا عم؟ والله العظيم انا هفيدك وهخلص لك كل حاجه. كلام خلصاني يا قلب اخوك. والشعرك لازم يتغسل كل يوم بشامبو جونسون علشان كله مواد طبيعيه، وتستخدم دوج بزيت الشيا عشان منتجات دوج كلها رقم واحد. بس انا بعتمد دوج بزيت الشيا ودوج بالارجان بس كده يا باشا. هنا قلت لك الحاجات اللي هتجيبها ايه، وقلت لك تعمل الخطوات ايه، وقلت لك تغسل شعرك بايه كل يوم، وبطل ما تغسلش شعرك، وبطل اللي انت تعتمد ان الشعر شكلها لافف عشان ما غسلتوش. غلط، انت كده بتدمر شعرك. واللي يقول لك شعرك بيتغسل يومين في الاسبوع قول له انت راجل نصاب. ما عندكش الديفيوزر هتشيب الشعريه تبدا تنشف تمام بعد ما تحط الدوج، وهتبدا تعمل لها فوليوم زي ما انا بعمل بالطريقه دي من غير الديفيوزر. الديفيوزر مهمته حاجه واحده بس، اللي هو ينشف الشعر. ايدي اللي بتشكل الشعر، فاهم حاجه ولا مش فاهم؟ هتجيب الاسبريت 3 في 1 ده عشان ده تلميع وتثبيت تمام، ومنه بيدي اسبريه خفيف يثبت الشعريه كمان. الكريم ده سحر، الاسبريه ده انا بعتمده رقم واحد. رشيت خلصت كل حاجه تمام يا باشا. يا اسطى اي مشكله عندك حطها لي في الكومنتات وانا هطلع ارد لك في فيديو، او ابعت لي على الواتس الرقم تحت. سلام.